جاز. اوكي الماتش الجاي توكي ضد عمر الصالح او الدكتور تاسك. خلنا نشوف اذا كان توكي بيلعب فور فان ياخذ زيرو سوت سامس. او نبي ياخذ المين باكمان ضد دكتور تاسك. دكتور تاسك اللي يعرف انه يلعب نوعا ما اجريسيف. هل بيكون مصلحته هالماتش؟ نشوف. انا ما ادري يمكن امشي بدري. ما ادري عنك كيف تبيني احطك في البيت. انا راجع البيت قبل. اوكي تتعلق معاه؟ لا اتفرج عليكم. اوكي يرجع لنا ثامر بالتعليق والكومنت كومنتري. بسم الله رجع زنزة. هاي ببرينجر. هاي ببرينجر يا بوي. هاي برينجل. هاي برينجلز. الزبده ان فشلنا ولا جامعتنا الله يهديه. بس والله صراحه كان ماتش مره مره حامي صراحة. حرام انه في اللوزر صراحه. المفروض يكون فوز. بالضبط. سيه نسوي اخراج. العبوا العبوا. او ماي جاد توكي بيلعب ريو. ليتس جو ريو. اوكي كان يلعب زيرو سوت سامس الماتش اللي قبل اللي راح. كيف كان يقول اني العبه فور فن. استغربت انه الحين غير الشخصيه لريو. ريو حقه كويس مره ما شاء الله. وهشام غير شخصيته. هو ضد هشام. لا مو هشام. عمر عمر اللوزر براكت كينج قاعد يلعب في لونز براكت بيخسر اكيد. يبدا الماتش ويسوي الهدوك من المايله شوي بس واضح انها مقصود. ام الشريوكن وين؟ الشريوكن وين يا بوي؟ كل العاب الفايتنج دايم تكون انسيف. انا صورت مقاطع صغيره. صور كم صوره وانت ذا مقاطع. اوكي طب الماتش هذا فعليا على الورق المارث افضل كثير من ريو. ان ريو قوي لما يكون جنبك بسبب بعده بعيد بسبيسنج هذا حق التيبرز يتعب كثير مره ريو. بس طبعا ممكن بس تريد واحد شريوكن باي باي. اي بس لازم تكون البرسنتج فيه نسبة مره كويسه. بس برضو في نفس الوقت مارث ما عنده مالتيبل هيتس تكسر الفوكس. كل ضرباته سنجل هيتس فراح يتعب مع الفوكس. ايوه اوكي خذ لك يا بوي عكسه. ما كانت تكفي اتوقع انه يسوي شريوكن يطير بس كان يبغى يدخل انبوت للدمج. بس والله الوضع مره سيء توكي. عمر ماسك المباراه بطول العرض قريب اكثر ما كانت تذبح يمكن العظم. اوه خذ دمج. اوكي خذ دمج. خذ كومبوز دمج بسيط اتوقع. وش هذا جمب انتو اردوج جديده هذه محمد احطها. اوكي توكي يرجع. والله توكي يرجع مع النسبه مره عاليه اتوقع. واو الفوكس يموت عشان اوكي كان يبي يضمن يضرب كم ضربه علشان يضمن الكل ستوك. اشوف انه يسوي الفوكس اتاك. فوكس اتاك كانسل كثير. سترايك مره سريع ومره حلوه. اوتش من توكي. والله تعور يا عيال. اوكي هنا نشوف الكومبو. خذ لك راح ينهيها بشريوكن ولا لا؟ بي اخوي يطلع منها بي خلاص. كان يقدر يسوي شريوكن وخلاص. كان بيكون دمج زياده ممكن يوصل 30. ايوه كومبو ليتس جو ليتس جو اب تيلت. نايس حركه مره رهيبه من توكي. يا ابوي هذا ستريت فايتر هنا قاعدين نلعب. احنا مو قاعدين نلعب حتى ستريت فايتر. هذا الشيء ما راح يصير حتى من كثر ما هو او بي. ما تشبك يا اوه والله ما يرجع. والله قلب الماتش. والله ماتش مره تاتسوماكي سيمبيو كاكو. ايش تاتسوماكي؟ ايوه سيمبيو كاكو. انت ايش الخزعبلات اللي قاعد تقول؟ سحر. هذا اللي يسويه ريو. قنابل. هذا اللي يسويه ريو. هذه حركه اسم حركه ريو بالاحرى. اوكي بس ما ادري ايش معناها بالضبط. شيء كول بس بالضبط. واو تغيير شخصيات يا حبيبي. هذول الاثنين ذولي ما يلعبوا بشخصيه واحده يلعبون كل الكاست. والله استهبال. يفوز يسوي كونتر بيك يخسر يسوي كونتر بيك. وات ذا هيل. انت مو فاهم ايش معنى كونتر بيك. اوكي الحين الوضع مره
قاعد يفكر دكتور تاسك. اوكي دريم لاند اكره المرحله هذه تنرفزني الذاري تحتها الباينابل. اوكي توكي فوكس ودكتور تاسك ما غير شخصيته نفسها. هذا الماتش اب على الورق احسن الفوكس لانه صعب يسوي زونينج مارث الفوكس. فوكس سريع مره بس بعدين برا الستيج عادي يلا سوي الاجارد. فما على الورق ما ادري صراحه ايش ممكن يصير. اوكي الجاب حق مارث مره بثتك صراحه. اي مره سيئه ما يسخنونها اصلا يسخنون افتلت اسرع زي لهم. بس انها مفيدة تشبك مع فير تشبك مع فورد سماش اللي سويت ايش اسمها هذيك ايردوج يعني تنفع كمكسب. لا اوكي ايوه كان يسوي جاب انت اوف سماش داون اير طيرت مارت شوي. تدري داون اير لو تجيبها صح تشبك الاب سماش بس انها ما اضبطها. نايس جاب انتو اوف تيلت فنش. ما في كانت مره سريعه وغير المكان ما كان متوقع. اي انا سواها لاقلس عشان كذا سواها مضبوطه قريب السبيس من الارض. نايس ممكن يذبح مارت تفر. اوه ماي جاد وتحور تب السيف جاست تيب. ليتس جو باك ثرو ايدج جارد. اوكي اوه لا المصلحه تتم فوكس. اوكي يرجع النوترلز يرجع كل اوه استيج كنترول اكثر الحين المار. اوه دبل برسج ايدج جارد فوكس ما عنده اي كيل ثرو هذا اوه راح انفنسبلتي. اوكي خلاص لسه ما سوى شيء فنش كويس. اسمع ضحكه تركي. اوه رجع مارث. اوكي الماتش للحين حامي مره والنسب كلها عاليه. اوه نعم مو قادر يذبح داش اتاك ما كان كافي. ما يموت لسه اتوقع فورورد. ما يموت كل القرابز حقته معفنه فوكس. اوكي مارث يا ساتر داش اتاك سوى اب سماش يا بوي. النسبه تقريبا 200 والى الان فوكس مو عارف كيف يذبحها. اوكي اب تيلت سريعه مره اب تيلت واخذت ستوك. اوكي اخذ لك ابتلز. نايس اب. اوكي بنش ما سوى. اوكي تو فريم كان صعبه لان الابي حقت فوكس مره واضحه يقعد يشحن في السماء. يلا تعال اضربني لتري. نايس حاول يوخر عنا سبيسنج مارث. سلام اوه ما اشوف مارث يستخدم الكاونتر كثير ضد فوكس مع ان الكاونتر حق مارث يعني مش بطال. ايه ما ادري وما عنده جنب اتوقع اوكي على طول يرجع للج. نايس اوكي باك اير سريعه. سجل ما حد تتلت الحين. يلا اوكي هذه الاب اير ما كانت كافيه ما اتوقع انها تكفي اصلا الا فوق النسبه ال 130 تقريبا. لا بدري تونها. نايس جو واو سو كم باك اوه جاست ذا تيب وبس بس ما اتوقع ان يرجع انزل وراه يا اخوي. وات قرا الرول وسدد له واحد ابدا غير متوقع. 2-0 لتوكي شكلي بروح العب انا الحين. هارد لك لدكتور تاسك.